طب كابتن غريم، انا عايزه اروح لنقطه. انا دايما بحب التفكير اللي هو ماركتنج، يعني انا دلوقتي عايز اروج للعبه دي، فانا عايز عشان اروج ليها وتتم عندي يعني في مصر وتكون بشكل كمان زي الخارج، عايز فلوس. طب انا لو عايز فلوس ليه ما فكرتوش تجيبوا سبونسرز؟ طب انا لو هجيب سبونسر لازم ان انا اوري اللعبه دي قد ايه ليها جماهيريه وبروميسنج ازاي في مصر. فهي ليها يعني دي طبعا سيستم كده او حاجات سهله على فكره، مش صعبه. اكيد طبعا، وخصوصا لما تبقى رياضه جديده في ناس بتبقى متحمسه لحاجه جديده ان هي تبقى سبونسر في بدايه حاجه لسه بتنشا وبتاع. فليه ما فكرتوش كده؟ يعني ممكن ده يبقى بيخفف شويه العبء من على وزاره الشباب والرياضه، ان يبقى في بادجتس. انا عارفه الموضوع ممكن يكلف ملايين لصالات الجليد يعني. طبعا يعني دي طبعا اكيد في يعني واخدنا في الاعتبار. حتى البطوله الاخيره احنا دخل معانا حوالي 20 سبونسر داخلين، مش بس بفلوس، لا بالادوات او بال، احنا مثلا عايزين نعمل كوفرز، عايزين نعمل باك دروب اللي بيبقى عليها اللوجوز بتاعت الشركات، عايزين شبك حمايه حوالين الملعب، عايزين ميداليات نقدمها للاعبين. فدخل معانا سبونسرز كتيره كمساهمه معاهم وفي نفس الوقت كدعايه ليهم خاصه. لكن المضارب والملابس والخوذ، المضارب والملابس دي طبعا ملكيات خاصه. طبعا بالاضافه ان طبعا الفرق المشاركه لينا من الخارج بيساهموا معانا جدا. هو الفرنشيب ليج او جامعه الصداقه هم اللي اقترحوا البطوله دي. كل سنه بيعملوها في كل دوله سياحيه عندها لعبة الهوكي، بس مش على قدر زي كندا. بيبتدوا يتواصلوا مع الفرق المحلية، بيقولوا لهم احنا عندنا فريق عايزين نيجي نعمل معاكم بطولة ودية، وفي نفس الوقت نقوم بالحاجات السياحية اللي داخل مصر او داخل البلد يعني. ومن منهم بيساعدوا الفرق الصغيرة دي بالمعدات، كل المعدات، لان المعدات طبعا بالنسبه لهم سهله وبالنسبه لهم طبعا رخيصه، فبيساعدونا بيها. في نفس الوقت احنا بنستضيفهم هنا وبنساعدهم ان هم يروجوا للسياحه داخل مصر. طيب.